بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأفضل التسليم. أهلا بكم طلاب المستوى السابع محاسبة، معكم في محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416. أهلا بكم. إحنا شباب نعتبر خلصنا مقرر أعتقد، واليوم لو في أي استفسارات ممكن تحت عمركم لو في أي حاجة. أمر مرورا سريعا على بعض الحاجات البسيطة. طبعا الإهلاك عرفناه شباب، بالنسبة للإهلاك بناخد باقي قيمة المجموعة. أهلا يا علي، وبضيف عليها 50% من قيمة الأصول المضافة خلال العام والعام السابق، بطرح منها 50% من قيمة الأصل المتصرف فيه خلال العام والعام السابق، وبعد كده الناتج هو رصيد المجموع الخاضع للاستهلاك، وبحسب قسط الاستهلاك عباره عن النتيجه اللي هو رصيد المجموع الخاضع للاستهلاك ضرب النسبه. قسط الاستهلاك بعد كده بطرحه من الرصيد بيديني باقي قيمه المجموعه اللي بحسب عليه حاجه اسمها مصاريف التحسينات المسموح بها. ومصاريف التحسينات المسموح بها هي عباره عن 4% من هذا المبلغ. بعد كده يا اولاد، بعد كده دخلنا في بعض الحاجات الخاصه ب مصاريف المسرح، التبرعات، البحوث والتمويل. معروف التبرعات يا شباب، التبرعات المدفوعه تعتبر من ضمن التكاليف واجبه الخصم بشرط ان تكون مدفوعه لهيئه داخليه اي مقصود بها داخل المملكه العربيه السعوديه. هذه الهيئه مصرح لها بجمع التبرعات، توجد ايصال دفع فعلا، يعني فعلا في الدفع. ده بالنسبه للتبرعات. تكاليف البحوث والتطوير، مصاريف البحوث والتطوير والتجارب في المجالات التي ترتبط بتحقيق الدخل تعتبر من التكاليف ايضا واجبه الخصم. برضه عوائد القروض المتكبده خلال السنه تعتبر من ضمن التكاليف واجبه الخصم. في بعض الامثله ترحيل الخسائر. خسائر يا شباب، الخسائر المرحله تعتبر من ضمن التكاليف واجبه الخصم، بس بشرط الا تزيد عن او في حدود 25% من الأرباح المقدمة من الأرباح الواردة في إقرار المكلف المقدم منه. يعني أنا على سبيل المثال كانت الخسائر الضريبية المرحلة حتى نهاية 2016 2 مليون 675 ألف بناء على الربط الضريبي وليس إقرار المكلف. أنا بتكلم عن الخسائر. وفي 25/2/2018 قدمت الشركة إقرارها الضريبي عن عام 2017 بأرباح قدرها مليون 890 ألف. وعند فحص حسابات الشركة قامت مصلحة الزكاة والدخل، خلي بالكم بقيت اسمها الهيئة حاليا، قامت هيئة معلش كنا بنكتب بالانجليزي، قامت هيئة الزكاة والدخل برد بعض المصروفات غير جنس الحسم له قيمتها 250 ألف. الخسائر اللي هي مسموح بها عبارة عن 25% من المليون 890 ألف. ده شيء، لكن الربح نفسه كام؟ ده قصة ثانية. إذا مليون 890 هي دي اضربها في 25% تبقى هي دي الخسائر المسموح بخصمها. ده عشان أحسب الربح الضريبي هنا كام؟ هاخد المليون 890 اضربها في 25% واستبعده. بعديها أضيف المبالغ اللي هي ردت دي. وعند الفحص قامت الهيئه برد بعض المبالغ وهي مقدارها 250. الناتج اضيف له 250 يبقى هو ده الاقرار او هي ده الوعاء الضريبي. ماشي. الربح المعدل مليون 890 زائد 250، الربح الخاضع للضريبه يساوي المبلغ اللي هو طلع بعد الاضافه. هنا حل بطريقه مختلفه. رجع بعد كده طرح منه المبلغ اللي هو ال 25,000 ينفع. ماشي، يبقى هو ده الوعاء الضريبي. الوعاء الضريبي ده ماشي المفروض الوعاء الضريبي ناقص 472 اللي هي 472 دي 472 اللي هي 472 هتساوي كام؟ 2 مليون 675 الف. 2 مليون 675 الف دي رصيد الخسائر المرحله يا بنات اولاد، دي رصيد الخسائر المرحله اهي بعد ما شلنا منهم الجزء اللي خصمناه هذا العام. بعد المحاسبه الحالات الخاصه، الحالات الخاصه اللي هي اللي خدناها شباب
اللي هي خاصة بشركات التأمين، خاصة ب الوحدات الخاصة بالأطباء والكلام من ده، وشركات التأمين لها قاعدة بتحسب بيها اللي هو إيه؟ اللي هو بشوف صافي دخل الفرع حسب الربط، صافي دخل وفقا للقاعدة أو وفقا للمعادلة العالمية، وأشوف أيهما أكبر وآخذ أيهما أكبر. بالنسبة للاستيراد بأخذ أرباح الشركة وأضربها في 15% عشان أوصل إلى الأرباح. أنا معروف يا شباب إنه الأرباح ده التقديرية، لأنه هذه الشركة تعمل شركة لوكوس في مجال تجارة الجملة وبرأس مال قدره 2 مليون. وكانت بيانات استيرادها خلال السنة الماضية حسب الجدول التالي. أحسب الربح إزاي أنا؟ هجيب أرباح الشركة التقديرية هاخد آخر سنة أضربها في 15% يديني الربح. الضريبة المستحقة عبارة عن الربح ده في 20%، متسدد منها 400، يبقى الباقي هو المستحق عليه. ماشي. نشاط المقاولات ايضا نفس الوضع شبه. ماشي. نشاط النقل ده في مثال موجود عليه واحنا خدناه عليه في التطبيقات النهائيه اهو، وده برضو خلي بالكم منه اهو. بلغ اجمالي دخل الحقوق المصريه من التذاكر والشحن والبريد خلال عام 2016 18 مليون 650 الف ريال، ولا يمسك الفرع حسابات منتظم، ولا يمسك الفرع حسابات. ماشي 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 يا بنات، ماشي يا عنود، ماشي يا علي. بلغ اجمالي دخل الخطوط المصريه من التذاكر والشحن والبريد خلال عام 2016 18 مليون 650 الف، ولا يمسك الفرع حسابات منتظمه حسب ما جاء بالنظام. وقد قدم الفرع اقراري في موعده المطلوب. بصفتك المختص الضريبي بشركه، فان حساب ضريبه الدخل المستحق على الفرع تبلغ كام؟ بصوا يا بنات، بصوا يا بنات، الشركة دي لا تمسك دفاتر منتظمة. الشركة دي ده نص في الأرباح بتاعتها إنها تحسب ب 5%. تمام؟ فنشاط النقل، نشاط النقل نص عليه بتاع الخطوط، خطوط الطيران إنها تكون 5%، لو بتجيبوا كده الأرباح التقديرية. هاخد هذا المبلغ هضربه في 5%، يعني هذا المبلغ أهو هضربه في 5%. بعد ما اضربه في 5% ارجع اضربه في 20% عشان اوصل للضريبه. 5% هيديني الربح، والربح اضربه في 20% يديني الضريبه. ماشي؟ يبقى اذا الربح التقديري اهو. هو ده الربح التقديري يا شباب. خدنا المبلغ ده كله اهو. ماشي؟ وضربناه في 5%. بعديها المبلغ اللي هيطلع هذا اهو. هذا المبلغ. هذا المبلغ اهو هو ده اضربه في 20%. ليه 20%؟ دي سعر الضريبه، يبقى الضريبه المستحقه عليه كام؟ 186500. ماشي. كان ممكن ضربته انا في 5%، ضربته في 20%، كان ممكن اقسمه على 100. برضه في هنا مثال على الشركة الخاصة بشركة إريكسون. شركة إريكسون دي شركة لا تعمل في السعودية ولا يوجد لها مقر، أدت عمل ومشيت. النظام قال دي تدفع ضريبة مقطوعة، الضرائب المستقطعة اللي هي تحسب من المبلغ كاملا، لا يحسب لا إيرادات ولا مصروفات. الضريبة المستقطعة بيقول لي هنا إيه؟ وقع شركة الاتصالات السعودية بتاريخ كذا
عقد شركة إريكسون للاتصالات، وهي شركة غير مقيمة، وهي تقديم خدمات استشارية. بلغت قيمة العقد مليار ريال. المليار، خلي بالكم دول ملياري يعني اثنين، كلهم يتضربوا في 5%. تمام؟ بس هنا فيهم واحدة كانت في الميعاد وواحدة اتأخرت، ماشي، فهتضربوا في 5%، مع واحدة فيهم هتكون فيها غرامة تأخير. أنا غرامة التأخير مش هنتعرض لها إن شاء الله. خلينا بس كيف نحسب الضريبة؟ 5% اهي، وهي 5%، ماشي؟ حاليا يا شباب بنات العنود وعلي وكل الحاضرين، اهلا بكم. لو في اي استفسار تحت امر، في اي استفسار تحت امر. واضح يعني؟ ماشي. طيب. لو قلنا وقعت شركة الاتصالات السعودية عقد مع شركة موبينيل. عبارة موبينيل مش موبايل. وهي شركة غير مقيمة، شركة تقديم خدمات استشارية، وبلغت قيمة العقد 8 مليون ريال، يسدد بعد 3 شهور، وتم سداد المبلغ للشركة في موعده، وقامت شركة الاتصالات السعودية باستقطاع الضريبة من المبلغ وقدرها نقط 1000 ريال. البدائل الموجودة 250 ألف، ب 300، ج 350، د 400. أنا قلت شركة الاتصالات السعودية وقعت عقد مع شركة موبينيل، وهي شركة غير مقيمة، وذلك لتقديم خدمات استشارية. بلغت قيمة العقد 8 مليون ريال، يسدد بعد 3 شهور. تم سداد المبلغ للشركة في موعده، وقامت شركة الاتصالات باستقطاع الضريبة من المبلغ وقدرها نقط ريال. هل 250 ولا 300 ولا 350 ولا 400؟ ننتظر الإجابة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم بخير. المعزوم اليوم في مكان هذا الحسنات، ما عاد بكرة بإذن الرحمن. ما عاد بكرة إن شاء الله، ماشي؟ إلا ما لم يتعدى بس. الجملة ترسم معي. هتكلم وأنا أكلم بس صادق بس هو مش هيوافق لكني لا انا هكلمه ماشي بس استنى ساعتك بعد الخمس انت ساعه كده ماشي ان شاء الله الدكتور عادل هياخذ لنا مكان لا ما هينفع ما عندنا ما عندي صلاح زي الدكتور عادل فقير كده هسه لا دكتور عادل عنده امكانيات مش مستني حد سنة ما عنده عروض والله بس خايف منه الله يرضى عليك باذن الله خلاص حطمتها كلمت معانا سنه وقال لي ماشي والله بس قصه
نعم. لا هو وصل شرف المدينة ذلك حتى النور زي بتاعه. نعم. ميتين وخمسين ألف حرام عليك يا علي، العنود حرام عليك. أو أصلا 8 مليون، هم 8 مليون نضربوهم في 5% وريحوا نفسكم. شركة الاتصالات السعودية سبعمائة ألف، ممتاز. إذا كان دخل الموظف 180 ألف ريال سنويا فإنه يجوز لصاحب العمل حسم مساهماته في صناديق التقاعد كمصروف نظام من الأرباح الخاضعة للضريبة بحيث لا تزيد مجتمع متفرقة عن نقط ألف ريال. ألف 36، ب 27، ج 18، د 45. يا شباب كم ينشم
يا شباب بص يا شباب، دخل الموظف 180,000 ريال سنويا، فانه يجي صاحب العمل حاسم كم؟ 25%، النتيجه هي 45,000. ماشي؟ ماشي يا شباب. إذا كانت الأسهم مشتراه بغرض المضاربة فإن الزكاة الواجبة تحسب على، إذا كانت الأسهم المشتراه بغرض المضاربة فإن الزكاة الواجبة تحسب على قيمة الأسهم المشتراه أ ب الأرباح المحققة، ب قيمة الأسهم المشتراه مضافة إليها الأرباح المحققة، د قيمة الأسهم المشتراه مطروحة من الأرباح المحققة. بهدية ده إذا كانت الأسهم مشتراه لغرض المضاربة إن الزكاة الواجبة تحسب على أ ب ج د، أ قيمة الأسهم المشتراه مطروحة من الأرباح المحققة، ب قيمة الأسهم المشتراه مضافة إليها أرباح محققة، ج الأرباح المحققة، د قيمة الأسهم المشتراه. طبعا علي قال لي جيم، صح؟ كانت الأسهم المشتراه بغرض المضاربة إن الزكاة الواجبة تحسب على، تحسب على إيه؟ لو كان المبلغ المستثمر في الأسهم مضاربة، يعني مضاربة يعني يستفيد من تقلبات الأسعار ويستفيد من أرباح، في هذه الحالة يا شباب
تحسب الزكاة على قيمة المبلغ المستثمر زائد قيمة الأرباح. ولذلك الاختيار هو هيكون إيه؟ هيكون هو عبارة عن قيمة الأسهم المشتراة مضافا إليها الأرباح المحققة. ماشي؟ طيب إذا كررت نفس السؤال وقلت الآتي: إذا كانت الأسهم المشتراة لغرض القنية إن الزكاة الواجبة تحسب على قيمة الأسهم المشتراة ب قيمة الأسهم المشتراة مطروحا منها الأرباح المحققة ج قيمة الأسهم المشتراة مضافا إليها الأرباح المحققة د الأرباح المحققة. السؤال الثاني يا شباب هي الآتي: إذا كانت إذا كان الاستثمار بغرض القنية إذا كان الاستثمار بغرض القنية فإن الزكاة تحسب على الأرباح المحققة. بس إيه القنية؟ القنية يعني معناها الاستفادة من الأرباح وترك هذا المبلغ، وليس تقليب المبلغ بسرعة، لا، احنا عايزين نستثمر في مكان ثابت. الاقتناء، الاقتناء يعني الثبات فترة على هذا الاستثمار، أي شركات القابضة والتابعة وهكذا. هنا بيقول لي: إذا كان عقد التوريد والتركيب للأجهزة ومعدات بلغ 15 مليون ريال، وكانت الشركة لا تمسك حسابات لهذا العقد ولا تمسك دفاتر منتظمة، إن الجزء الخاص بالتركيب والذي يخضع للضريبة يبلغ 2,250,000 ولا مليون ولا 750,000 ولا مليون ونصف؟ يلا كده. لم يوافق على ما يرد عليه، لا يرد على المصير. اوه، الساعة 10، عشان ما يزعل بكره يقول ما كلمت بالليل. لا 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 لا، ما زال بس انا بارك الله. وقول له ان انا كلمته مرتين بس ما قدرت اكلمه الا لما اخذت موقف وما اخذ معاك بس. جزاك الله خير. شكرا. ب وجيم. ب وجيم يعني كام انتوا خدتوا البديل؟ كام يعني؟ ده رقم كام؟ السؤال انه كان عقد توريد وتركيب ب 15 مليون، فالشركه لا تمسك دفاتر منتظمه ولا تمسك حسابات لهذا العقد. السؤال بيقول ايه؟
الجزء الخاص بالتركيب والذي يخضع للضريبة يبلغ نقط ريال بدائل 750,000 ولا مليون ولا 2,250,000 ولا 1,500,000 البدائل. يعني كام؟ كام يا علي؟ كام الرقم مرة؟ لا يا ابن حلال، أنا بسأل السؤال وبنتظركم الإجابة، بس ممكن يكون هذا هو السبب في التوسط. ماشي، يعني أنا بقول لك كم الرقم. طيب ماشي، لك تكون سامعني، كم الرقم؟ كم الرقم يا علي؟ رقم يا عنود، العنود علي، كم الرقم يا أولاد يا بنات؟ رقم يا بنات، لا إله، السؤال ذكر 15 مليون، السؤال ذكر 15 مليون. كم المبلغ الذي يخضع للضريبة؟ المبلغ ده، العقد ده عقد توريد وتركيب. النظام قال يا شباب إن لم يذكر في عقد التوريد والتركيب نسبة معينة فيعتبر 10% من قيمة العقد مقابل الخدمة المؤداة. يعني 15 مليون يبقى 1.5 مليون. تمام؟ طيب، أنا هسأل على حاجة ثانية، كم الضريبة المستحقة؟ كم الضريبة المستحقة؟ بس السؤال الثاني، كم الضريبة المستحقة؟ بس هل بعرف في كام يا دكتور لو سمحت؟ المليون، ال 15 مليون يا علي يتضرب في 10% اوصل لعقد يخضع للضريبه، والمبلغ الذي يخضع للضريبه. العقد ده اصلا لا يمسك دفاتر منتظم، فجائزا ربحه تقديري. ربحه التقديري نص على كل حاجه وقال 15% للباقي. ده يخضع عليه، يعني يخضع لكلمه الباقي. هاخد 1.5 مليون اضربها في 15%، ناتج اضربه في الناتج، اعتبره هو الربح. الناتج اضربه في 20% يبقى هو ده الضريبه، لانه يعني سعر الضريبه 20% والارباح التقديريه 15%. يبقى اذا 15 مليون ضربتها في 10% وصلت الى العقد، العقد بتاع التركيب، العقد بتاع التركيب اضربه في 15% اوصل للربح، وصلت للربح اضربه في 20% اوصل للضريبة. ماشي يا علي؟ ماشي. اسمع منكم يا علي يا عنود، لو في اي استفسارات عندكم اسمع منكم، اسمع منكم، اسمع منكم.
في أي استفسار يا أولاد يا بنات؟ في أي استفسار منكم؟ اي استفسار قبل ما اقفل انا؟ جزاك الله خير وبارك الله فيك ولوالديك وجميع المسلمين، جزاك من فضله وعلمه وجميع المسلمين، امين يا رب العالمين. بارك الله فيك وبارك الله فيك وفيكم جميعا يا رب. هل ما عندكم شيء دعاء استفسار؟ سؤال: المواطن السعودي الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي يعتبر مكلف بدفع الزكاة، صح ولا خطأ؟ خطأ، من قالت خطأ؟ ماشي. علي قال صح، العنوان قالت خطأ. طيب ماشي. المواطن السعودي الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي يعتبر مكلف بدفع الزكاة. أي واحد يا شباب يعمل في مزارع في الغاز يعتبر مكلف بدفع الضريبة. هذه العبارة خاطئة. هذه العبارة خاطئة. شكرا للعنود وشكرا لعلي، بس إجابة العنود هي الصح. طيب إذا كان 25% من الضريبة، إذا كان 25% من الضريبة، إذا كان 25% كان 25% من الضريبة المسددة العام السابق مطروحا منها الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع لا يقل عن 500,000 ريال، يجب على المكلف سداد الضريبة ألف مع الإقرار ب على 4 دفعات معجلة، ج على دفعتين معجلة، د على 3 دفعات معجلة. العنود قالت في آخر مع الإقرار، لا، إذا كان تتحقق هذا ال 25% من الضريبة المسددة العام السابق مطروحة منها الضريبة المستحق منبع لا يقل عن 500,000 ريال، يجب على المكلف سداد الضريبة على 3 دفعات مقدمة، على 3 دفعات مقدمة.
نعمة. ماشي؟ ماشي يا علي، ماشي يا عنود. طيب عايز استفسار يا شباب؟ ماشي. كل اذان صاغية، تفضل. حابة أتأكد من الإجابة. يبو كل ده كل لازم الدخل بأنواع الزيادة في القيمة بلزمة المصدر ناتج تقدير او قابل للتقدير بالنقود بصرف النظر عن اذا كان عن طريق الاستغلال العادي او عن طريق بيع مصدر كل دخل نقدي او قابل للتقدير بالنقود الدوريه والثبات. اجابه د، لانه هنا في نظريه المصدر وفي نظريه الثانيه ايه، نظريه الافراء. نظريه الافراء بترى انه اي زياده تعتبر ايه، تبع الدخل. تمام؟ لا تمام. البديهية إجابتها كل دخل نقدي أو قابل للتقدير بالنقود يتصف بالدورية وثبات المصدر. ماشي؟ شكرا لكم، سعدنا معكم هذا الفصل. خذ الرواتب، خذ ضريبة المرتبات. مرتبات، ماشي ها؟ خلي بالك في اكثر من واحده، بس اقوى واحده فيهم المرتبات او الرواتب. تفضل تفضل، معك يا العنود، معك يا علي، معكم حتى تنتهوا من كل الاسئله التي تدور معكم. تفضلوا. ماشي، تفضل تفضلي. أين السؤال؟ ده حليناه احنا ده. هو بص كده، شيل الملائمة هترتاح الحكايه معايا. هنا الملائمه والمرونه هما الاثنين قريبين من بعض في الحل ده. هي طبعا لا يتلائم مع ظروف المكلف، تيجي مع الملائمه. ماشي، هي الملائمه فعلا، بس الملائمه ما احنا ما جاياش من ضمن البنود، لكن لو شلنا الملائمه تبقى المرونه. ماشي، طيب جات في الاختبار دي، ما هتلاقيش الاثنين دول مع بعض. ماشي، الملائمة طبعا سمعناش، ما كانش الملائمة، تبقى المرونة. شكرا لكم، سعدت بوجودي معكم، واتمنى ان اكون قد افدتكم، وبارك الله فيكم، وفقكم الله في حياتكم العلمية والعملية، وجزاكم الله خيرا، واسعدكم الله في الدنيا والآخرة، وحفظكم الله من كل سوء، وبارككم الله بالصحة والعافية، ووفقكم الله في الاختبارات إن شاء الله. شكرا لكم، بارك الله فيكم. طلاب المستوى السابع تخصص محاسبة، طلاب التعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. شكرا لكم، تفضلوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.